السلام عليكم أنا محمد إبراهيم من موقع تعلم لغات البرمجة هذا الدرس هو تتم لما رأيناه في الدرس السابق عن الاريز في اتش بي قبل أن نبدأ عزيزي المشاهد أدعوك للاشتراك في القناة وكذلك الضغط على زر لايك في حالة الإعجاب ولا تنسى مشاركة المحتوى مع الأصدقاء لتعم الفائدة إذا على بركة الله نبدأ الآن سنتعمق أكثر في الاريز بحيث سوف نقوم بإنشاء مصفوفة بعدد كبير من الأسماء حسب الدول بهذا الشكل كما تلاحظ عزيزي المشاهد أن هناك عدد من الدول وأمام كل دولة يوجد عدد من الأسماء على شكل مصفوفة مثلا المغرب به محمد هشام وأيوب تونس كمال وخالد الإمارات حسن وعمر السعودية ماهر ومحسن إذا قمنا بإنشاء مصفوفة بها عدد من المصفوفات هذا ما يسمى بالماتريكس إذا عزيزي المشاهد سوف نقوم بطباعة ما هو موجود داخل المصفوفة على النافيجاتور أو على المتصفح وذلك باستعمال الفانكشن print r واسم المصفوفة أو الماتريكس person لا تنسى عزيزي المشاهد نقطة فاصلة في آخر السطر نذهب إلى المتصفح Refresh كما تلاحظ عزيزي المشاهد أن الماتريكس قد طبعت بشكل صحيح على المتصفح ممتاز الآن أريد أن أطبع ما هو موجود داخل هذه المصفوفة ماهر ومحسين لطباعة هذا المحتوى أو هذه القيمة فيجب أن نعرف ما هي الكي أو المفتاح المرتبط بها في هذا المثال المفتاح هو KSA إذا ما علينا إلا كتابة هذا المفتاح داخل المعقوفتان بهذا الشكل KSA السعودية نذهب إلى المتصفح Refresh وسوف نلاحظ طباعة ماهر ومحسين وهي المصفوفة المرتبطة بهذا الكي KSA ماذا لو أردت طباعة اسم ماهر؟ كل ما علي معرفته هو الكي أو المفتاح المرتبط بماهر وهو صفر إذا أقوم بوضع هنا صفر بعد ذلك أتجه للمتصفح روفريش وكما تلاحظون أنه قام أنه قام بطباعة ماهر على المتصفح الآن نريد تغيير اسم ماهر من ماهر إلى مصطفى ما علينا إلا كتابة اسم الماتريس متبوع بالكي المرتبط بالمصفوفة بعد ذلك الكي المرتبط بالاسم ماهر نذهب إلى المتصفح ريفريش وسوف نجد أن اسم ماهر قد تغير إلى مصطفى كذلك إذا أردنا زيادة دولة جديدة مثلا إيجيبت أو مصر نقوم بكتابة الكي بعد ذلك equal و المصفوفة المرتبطة بهذا الكي نضع هنا ثلاثة أسماء مثلا عمر يوسف ثم إحسان الآن نذهب إلى print r ونضع فقط اسم الماتريس refresh سوف نجد الـ Egypt وبها ثلاثة أسماء المرتبطة بها عمر يوسف وإحسان الآن ماذا لو أردنا إزالة دولة من هذه الدول الموجودة في الماتريكس مثلا تونسي أو تونس نقوم بكتابة function اسمها الانسيت ونقوم بوضع person واسم الكي تونسي أو تونس نقطة فاصلة في آخر السطر ثم نذهب إلى المتصفح refresh لاحظ معي عزيزي المشاهد أن هذه الفانكشن قامت بإزالة الدولة التونسي من الماتريكس الآن سنتطرق للبعض الفانكشن التي نستعملها كثيرا مع المصفوفات أو الأريز في البي مثلا إذا أردنا معرفة عدد الخانات الموجودة في المصفوفة أو في الأري نستعمل فانكشن اسمها الكاونت نضع اسم المصفوفة بداخلها مثلا my array my array tree. نقطة فاصلة سوف نقوم بتعطيل ولطباعة count r نقوم باستعمال الـ echo refresh لاحظ معي قام بإرجاع ثلاثة وهو عدد الإلمنت الموجودة في array3 كذلك أن هناك function تمكننا من معرفة وجود أو عدم وجود خانة في مصفوفة واسمها Iset تقوم بإرجاع True في حالة وجود الخانة و False في عدم وجود الخانة مثلا echo or varDump ثم نقوم بكتابة الفانكشن isAid myArrayTree و رقم الخانة مثلا الخانة واحد وبها هشام الآن إذا ذهبنا إلى المتصفح سوف أقوم بتعطيل الإيكو أذهب إلى المتصفح لاحظ معي أنه قام باسترجاع ترو في حالة كتابة ثلاثة والخانة ثلاثة غير موجودة في الماي 3 لماذا؟ لأن محمد هي في الخانة رقم صفر هشام في الخانة واحد أيو في الخانة اثنان وثلاثة غير موجود إذا إذا قمت بطباعة خارج أي سيت فسوف تقوم باسترجاع الـ القيمة false الآن إذا أردنا أن نقوم بعملية البحث داخل المصفوفة نقوم باستعمال فانكشن اسمها إن اري مثلا إذا أردنا أن نبحث عن محمد داخل المصفوفة ثم نقوم بوضع اسم المصفوفة هنا دولار ماي ري تري سوف يقوم باسترجاع true لماذا؟ لأن محمد يوجد داخل المصفوفة فاردامب نذهب إلى المتصفح سوف أقوم بتعطيل الفاردامب الأولى لاحظوا معي أنه قام باسترجاع ترو في حالة إذا قمت بوضع خالد فالنتيج هو فورس لأن خالد غير موجود في هذه المصفوفة ولمعرفة المزيد عن الفانكشن في arrays ما عليك أخي العزيز إلا أن تذهب إلى الموقع الرسمي لل php.net وتذهب إلى search وتقوم بكتابة array بعد ذلك تضغط على array function وسوف تجد الكثير ثم الكثير من الفانكشن عن الاريز في الـ إذا أخي المبرمج أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكون قد استفدت من هذا الدرس إذا كان لديكم استفسار فلا تترددوا في وضعه في الكومنتير أو الكومنت تحت الفيديو أضرب لكم موعدا يوم الأربعاء مع الساعة التاسعة مساء دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء كنتم مع محمد إبراهيم من موقع تعلم لغة البرمجة السلام عليكم